لك انا مانيش لاقي البتاع دي اسمها ايه حضرتك؟ الكمامة. الكمامة مانيش لاقي كمامة، اعمل ايه؟ ما عندك الدولاب مليان سنتيانات، اقطع لك سنتيانة يا اخي، البس لك واحدة ولبس ابنك واحدة ولبس مراتك واحدة. يا سنتيانة مش زي الكمامة، فصل لك حتة قماش، اتصرف، انت لو عايز تتصرف هتتصرف. انما انت عايز تروح تصيح، ايوه انا قاعد على القهوة، ايوه انا بلعب دومينو. اول حان لو عاي اب من الابهات مات عنده عي وتاني عي العيه بنفس المرض ده، التالت والرابع هيجي هو كارشه من بره ودايسه وهيخاف على نفسه. ربنا يستر. فربنا يسترها على الناس كلها ويبقى في وعي عند الناس. وبندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يشيل الغمه ويزيح الهم عن الناس دي كلها. بس يا استاذ ما فيش وعي عند الناس خالص. ربنا يستر. ربنا هو. واقول لحضرتك في الاول وفي الاخر الموت جاي لا محاله، هو كده جاي للشعب المصري، جاي لا محاله لا محاله لا محاله. طب وتقول اللي عاوز يموت يروح في 60 نصيبه تاخده، يروح في 60 نصيبه تاخده وتاخد اهله من ذاك الناح، يموت لوحده ما يموتناش جنب منه، هو ما يموتناش جنب منه. احنا عايزين نعيش. بص حضرتك ادي قزازه اهي فيها كلور طول النهار عمال اغسل بكلور واتمضمض بميه بملح، لما لسان دين وام شقق خالص من الميه بملح واللي جوا